بسم الله توكلت على الله. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اديني 5 اكياس غاز البنات. هو بكام الكيس لو سمحت؟ بخمسة بكام يعني؟ الخمسة بخمسة وعشرين جنيه. خمسة بخمسة بكام؟ خمسة بخمسة بخمسة وعشرين جنيه. هم دول بخمسة وعشرين جنيه. ليه يا عم؟ انت حاطط لي حتة جوط ما في كيس وتقول لي 25 جنيه. يا راجل اتقي الله، ده انا رحت جبت فول وطعمية، كيس الفول بجنيه، هتبيع لي ده بخمسة جنيه؟ وانا مالهم الحزب بتاعك دي يا ريس؟ ده حاجات سكريات يعني نادرة، مش بتبقى كل يوم. الفول والطعمية موجود كل يوم. يا ريس ده كيس الفول بنجيبه بجنيه، بيوكل العيلة كلها وبيفيد، بنتعشى بيه. عايز تضحك عليا وتديني ده بخمسة جنيه؟ ده ال 25 تجيب لنا فرختين تلاتة. مش ذنبي ان انتوا بخلاء ومعفنين، والله العظيم ما ذنبي. روح يا روح يا ده القرف اللي على الصبح ده. يلا الفوق، يلا غزل البنات.